جانبا من المظاهرة في العاصمة الأردنية عمان دعما للفلسطينيين في غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. هذه المظاهرة في العاصمة الأردنية عمان، سيحدثنا عن تفاصيلها من هناك من عمان مراسل العربي ليث رجبور. أهلا بك ليث، إليك. بالفعل سوريا، كما أسلفت في الخبر، المسيرة انطلقت قبل قليل من وسط العاصمة الأردنية عمان، والتي تطالب بكسر الحصار وفك هذا الحصار عن قطاع غزة، وأن يجب أن يكون هناك إدخال المساعدات الإغاثية والغذائية بدون أي شروط وأي عوائق. وأكدوا أن يجب أن يكون هناك كسر للحصار من خلال الدول العربية وتحديدا من خلال معبر رفح البري، وأكدوا أنه يجب أن لا يكون هناك أي يعني مباحثات لربما على مدى الأيام القادمة من خلال الحكومة الأردنية مع الحكومة الإسرائيلية، وتحديدا بخصوص اتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي لربما الإعلام العبري في هذه الأيام يتحدث عن قرب اتفاق جديد لربما سيكون بخصوص هذا الاتفاق الذي تم تعطيله قبل شهرين. اليوم نتحدث عن مطالبات كذلك بأن يتم وقف التطبيع مع الاحتلال، بأن يتم إلغاء اتفاقية السلام، بأن يتم إلغاء جميع الاتفاقيات التجارية، وتحديدا على رأسها اتفاقية الغاز التي وقعت قبل 5 سنوات تقريبا. واليوم كما نستمع الآن في الهتافات الحديث على المعبر البري الذي يطالب الأردنيين بإيقاف تصدير الخضار والفواكه الأردنية والعربية كذلك إلى المناطق الداخل الفلسطيني المحتل. إذن المسيرة هي في تنظيم الملتقى الوطني دعم المقاومة وحماية الوطن. عنوان هذه المسيرة كسر الحصار، إدخال المساعدات للوقوف مع والوقوف مع الشعب غزة حتى يعني لا يتم تسجيل وفيات ربما على مدى الأيام القادمة بسبب الحصار وسوء التغذية المستمر منذ أشهر. اليوم التأكيد بأنه يجب أن يكون هناك موقف للشعب الأردني، وهناك ربما مطالبات كذلك بأن يكون هناك على مدى الأيام القادمة مطالبات بأن يكون هناك قمة عربية كما استمعنا إلى بعض الهتافات. هذه القمة يجب أن تطالب بفك الحصار وإدخال المساعدات وكسر هذا الحصار. اليوم الحديث بأن كذلك المساعدات الجوية الإغاثية التي يقوم بها الأردن ثمن المشاركون بها أو المشاركون في هذه المسيرة على هذه المساعدات الجوية، لكنهم أكدوا أن هذا لا يكفي. يجب أن يكون هناك لربما العمل على الشاحنات البرية، لأن هناك تأكيد بأن الشاحنات هي أكثر ضمانا للوصول وأكثر سهولا وأقل تكلفة وأكثر لربما من ناحية كمية هذه المساعدات. إذا كما نستمع سوريا، كل المطالبات تطالب الحكومة الأردنية بإلغاء جميع الاتفاقيات، وكذلك تطالب بكسر الحصار، وأن يجب أن يتناغم الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي الذي يطالب بكسر هذا الحصار. نعم، شكرا جزيلا لك ليث الجبور مراسل العربي، وقد نقلت لنا تفاصيل هذه المظاهرة التي تشهدها العاصمة الأردنية عمان لدعم غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكرا جزيلا لك ليث الجبور.